السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده جبت لكم فيديو جديد وحلقة جديدة ولعبة مش جديدة. اللعبة النهاردة هي لعبة السكيو كات الجزء الثالث، لعبناها مرتين ووصلنا يعني الجزء الثاني، وقلت لكم هننزل الجزء الثالث لما نوصل 25 لايك، وصلتوه 27 لايك، يعني حلو يعني. فرجعت لكم بقى دلوقتي هو بالجزء الثالث السكيو كات. كنا واقفين مرة فاتت على ليفل 100، ودلوقتي بقى هنعدي ليفل 101 لغاية بقى 150. ويلا خلينا نبدأ نطلع بقى الذكاء تاني ونبتدي. أول حاجة نقطة عظيم، وهي الشخصية اللي هي التيرتلز دي، ولع دي قصدي نشفي المية. تمام، هو يروح برضو كلمتنا رايق مروق اللي انتوا حفظتوها. يلا، اللي هو الراجل ده، بس نوع دي كده، يقع في النار، يلا ميه، يلا هو يروح ايه؟ صح كده، رايق مروق. تدري يا جماعة ان احنا معانا 5220 اوف كوينز؟ ايه ده؟ ايه؟ تايجر. يلا يلا هيكسب، اديله يما يا نمر، خش على دب موت. يا لهوي، اللي هينزل النمر ده ربنا يرحمه يعني، وهو رايح في الحاجات دي ايه؟ ريم مروق. تمام، بيزون بريك ده، استغفر الله العظيم يا رب. ايوه بس وهيروح هي ريم مروق. تمام، يا لهوي الحمد لله دي ما نزلش. طبعا روح 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 روح، يا لهوي رايق مروق ده خالص ده. يلا، لا لا عملنا غلط، لازم ما ينفعش يموت، ما ينفعش يموت. حلو، انزل بقى اسمه ايه ده، يا لهوي لا موتش، انزله يو برد الحركة دي، انا معرفش بقطعه كله دي مروق. انت تمام عادي كده، يلا خش على الشو، يلا انا ما اقطعك، يلا يلا بص الراجل ده، لا دول اني مهابة شو، تركيز كده. طب ما انت تنزل يا ما نخش كده شوية، ايه ده يا لهوي يا لهوي، ايوه 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 بقى، يس يس عديناها كده بأعجوبة. ايه ده بالقنابل، حلو ايوه كسرها لنا، يلا هموت بقى انت اضع كده وروح برضو مروق.
ادي اول مره بتاع ده الحارس ده يقتل تمساح بره، هيروح رايق من ابو نو كارت نو ثانكس. كورة روح وقع بيها وهو نازل رايق من ابو. يوصل لستيج 150 يا رب. طب ما ايه الذكاء ده؟ هنقتله كده؟ ايه ايه عرفت كده هنا يو لا يا ناوي يلا دلوقتي. لا تاني لا بقى ثانية كده من هنا بس كده مروق بره. مديله دي انزلي روح لها نحبسك بس ريق مروق بره. يلا يلا ايه ده الراجل هيروح للكورة؟ طب اول حاجة انا اديله دي بعديها دي بعديها دي. طب هتموت انت ازاي يعني؟ انت روحنا نزلك عليه تقتله وتروح لها تاني. ايوه بقى ما انت روح رايق مروق. يس يا لهوي. لا ما تقولش ايوه ايوه يس. يلا ايه ده؟ دخل في السجن. طب نجرب كده الدب هيطرطش علينا ده خسارة. ديله نزلت عليه ايه وهو رايح مروق ورايق رايق مروق ايه ده؟ طب ماريو ينزل فيها ايه ده؟ شو بتاعت ماريو صح حلو كده. وصلنا لستيج 117 ادي بقى كده. انت بتتحدانيش احنا بالذكاء. يلا ويا جماعة عشان نعمل الجزء الرابع بقى هنوصل الفيديو 30 لايك. يلا يا لهوي على القنبلة. انت ما تفجرهي انت روح. تمام ايه طب ليه يعني الراجل ده يعني متفجرش؟ بس عايش حرام. دي كده 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 القطة دي ملهاش لازمة وهو ينزل بالراحة بالراحة وده عمال يطرطش دم. هو دخل رايق مروق. دي كده يا لهوي اثبت
نط عليه. يا لهوي يا داخل جواه. نو ثانكس. يا لهوي، حاجات جديدة بتيجي، الحاجات دي خلاص بقت ايزي. ايه السهولة دي؟ ايوه بقى، اتن نفسك وانت خش رايق مروق. مثلا ستيج كام؟ حلوة، 124. دي بقى محتاجة شوية بتركيز. يا دب اكسر له دي، خليه طيب ما ينزل هنا. ويتن هو ما ادكش نفسه، هو اتقتل يعني غصب عنه، عمال برضه يطرطش دم. يا لا ايوه تمام. حين نمرة ده تاني، هو ليه عمال يطرطش كده دم؟ وبعدين وانا سدد لنا يعني الشوك. طب ايه الله على الذكاء. الحمد لله اني دخلتش في الشوك. يا لهوي، احنا مش عايزين نقتله، عايزين نحافظ عليه عشان نستفاد بيه في الدب. يا لهوي ده متشعلق. اوعى يعني انت مت يعني. بس يلا خش رايق روق. ايوه تعالى. ايوه بقى، ايه اوعى كنت تقولي هتغرق. بس انت مادام رايق مروق مش هتغرق. يا لهوي فرقعها. بس ايه ايه يلا ايه. اوه الحمد لله ايه ده اتفرم. بس ال بتاع ما هي تطلع دم كسر بعد كده. اوه اوه على طول. ايه الشوكة دي؟ يا لهوي نبعد عنها. نو no سكس. هتعمل ايه؟ طلعت السكينة اللي فيها. حلو. انت بقى انتحر فيها. يالله تتهلو ايه؟ مستنيش حاجة، هو ما استناش على الريقان المروق اللي فيه. ايوه دي روح ابعد عنها. ديرو ستيج 135. الدور ده لعبناه مرة اتفرقع. بس دلوقتي بقى يستنى بقى ما تتفرقع. من امتى بيستنى؟ على طول جري جري جري. هنعمل ايه دي؟ ايوه ما نفتحهاش، نفتحها بخير لحظة. يا لهوي ليه كده المدفعية دي بني؟ طلع صرخين ولا ايه؟ عايزين نجربها.
كده كده كنا نجربها. انت عارفه ما تفكرتيش انت، الراجل ده بيطلعش دم. ديله يا لو واحد دب مش هيبطل خالص لغاية ما يتفجر كله. يا لهوي الدوار بقت محتاجة تركيز. متقوليش انه هيئة المدفعية عشان ده انسان ومش اهبل يعني. يا لهوي كل حاجة اتفجرت عشان الولد ده. ترتز بقى، لازم يكون رايق مروق. ايه يا عم متفجرهاش متفجرهاش بقى دلوقتي، اقولك فجرها وهنزلك عشان انت بس طيب جنب اخوك، بس انت هتستاهل دي. نايمين جنب بعض يا عيني، يعني ماتوا جنب بعض. نو ثانكس. يا لهوي ايه ده كمان؟ لا بقى اعمل دي بس، اعمل دي. يا لهوي يا لهوي ده قرص، ده قرص شوك. ده بعمل براحته تستاهل دي وانت تستاهل دي. بص يا جماعة الأهرامات فوق اهي، أهرامات الجيزة في اللعبة يا لهوي. هتقطع حلو، ودي ده كده دب عمال يطرطش. يلا تمسح كمان، هو رايح رايق مروق. حلو ستيج 145 ديزون بريك. يا لهوي دي كده هتديهاله. ايه ازاي ضربش عليه؟ كويس مالك يا دب، مش ولا ايه؟ روح يلا رايق مروه. هما اللي كانوا عمالين ان هم يطرطشوا براحتك. ديله يا لهوي ده نط فيه. لا عايزين نعيدها تاني عشان نشوف. يا لهوي هو رايح حرق من الاول. حتى بصوا بتاع دي ان هي النطاطة اكبر من التانية، عشان يا لهوي هو النمر عاد يرفص كده. ايوه انزل على النطاطة يا عم مالك، شفتهاش يعني؟ بوم، مش هو كان بيكسر العادي؟ يلا اكسر دي، خش في دي. حلو ستيج 149، ستيج 150 وصلنا له الحمد لله، وآخر ليفل معانا. هنعمل فيه ايه؟ خلصنا نططه ده، ده ولع. يا لهوي ده اسود اتحرق خالص. ايوه بقى هو رايح رايق ملوى. روح عدينا ستيج 150 الحمد لله. اوكي الشباب كده وصلنا لنهاية الحلقة. عجبتك الحلقة دي وعايزنا ننزل الجزء الرابع، توصلت 30 لايك وصح. مفاجأة، شكرا ليكم يا جماعة، احنا اكتشفت النهاردة وصلنا 200 مشترك. الحمد لله بفضل ربنا وصلنا 200 مشترك.
يلا عايزين بقى قبل رمضان بقى ان شاء الله نوصل 300 مشترك، وانتوا ان شاء الله قدها هتعملوها. و كنا نقول لكم ايه، في باين سكنات جديدة فكنا هنفتحها برضو الحلقة الجاية. تمام، يلا ومع السلامة.